اخبارنا ايه الليله؟ ملك البحرين يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه ذكرى ثوره 23 يوليو. فضيلة الإمام الدكتور أحمد طيب شيوخ الأزهر، الأزهر عن ثورة 23 يوليو كانت ميلادا لفجر جديد في تاريخ مصر، وحوارنا بكرة مع السيد محمد فايق بإذن الله بكرة حلقة يعني مطولة وحوار مهم جدا عن ثورة 23 يوليو، وشاهد ومشارك وصانع أحداث كثيرة جدا ضيفنا الكريم بكرة السيد محمد فايق إن شاء الله. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده مع رئيس التنفيذي لشركه اباتشي الامريكيه، خطط يبحث مع رئيس اباتشي الامريكيه خطط توسع الشركه في مصر. اباتشي الامريكيه للبترول نتطلع لزياده معدلات الانتاج في مصر. دكتور مصطفى مدبولي طبعا النهارده كان بيشارك على مدار اليومين اللي فاتوا في فعاليات الدوره 16 ل اجتماع منتصف العام التنسيق للاتحاد الافريقي اللي كان في غانا، وعمل اجتماعات كتيره جدا منها طبعا اجتماع مع رئيس الوزراء الجزائري او الوزير الاول في الجزائر، وطبعا دكتور مصطفى مدبولي في هذا الاجتماع اتكلم على لا سبيل لمواجهه التحديات الاقليميه الراهنه الا تحقيق التكامل والوحده بين الدول العربيه. دكتور مصطفى مدبولي التقى أيضا في لقاء مع رئيس غانا، وطبعا يؤكد استعداد مصر لدعم احتياجات غانا في مجالات التنمية المتنوعة. طبعا كان حاضر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسفير أيمن الدسوقي سفير مصر في أكرا، والمستشار محمد الحمصان متحدث باسم مجلس الوزراء. وزير خارجية أيضا دكتور بدر عبد العاطي التقى نائبة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وخلال لقاء تشيد نائبة مفوضية الاتحاد الإفريقي بدور مصر نحو القارة السمراء. دكتور هاني سويلم النهاردة في احتفالية مهمة في النهاردة في سفارة رواندا، سفارة رواندا رواندا يا جماعة ولا لقاء مهم، وكان اتكلم في كلمة مهمة دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل والتعاون على كل المستويات، وده دور مصر التاريخي التعاون مع جميع رواندا فعلا. النهاردة كان والعيد التحرير الوطني لدولة رواندا ذكرى 30، وكمان يعني قدم التهنئة بإعادة انتخاب رئيس رواندا. ودكتور هاني سويلم النهاردة ألقى كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتكلم فيها طبعا علاقات مع أشقائنا ومع كل القارة الإفريقية. زي لسه بنتكلم فريق كامل، وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وزير الصناعة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة. الصحة تبدأ لسه بنتكلم عنها سلسلة الزيارات الميدانية المهمة جدا جدا جدا، من سوهاج اللي هتشمل جميع محافظات الجمهورية بدأوا من سوهاج، وتؤكد سد عجز القوى البشرية بالمستشفى التعليمي. أخبار كتيرة جدا قالها لنا الدكتور حسام عبد الغفار قبل قليل عن هذه الجولة والزيارة المهمة، مش زيارة ولكن قافلة هي الأكبر، نتكلم على عدد هائل من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة يجوبوا المحافظات لمدة 6 أشهر. خطة وضعها الدكتور خالد أبو فار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لقافلة طبية تجوب جميع محافظات الجمهورية وتقابل الناس زي ما احنا بنشوف وتحل المشاكل على طول، وتبدأ يبعتوا يعني يبعتوا عملية استطلاع في الأول يشوفوا مشاكل المستشفيات دي إيه ووحدات الصحية دي إيه ومشاكل الناس، وبالتالي قافلة لما بتنزل يبقى معها كل الحاجات اللي هم محتاجينها، يبقى ما عنده مشكلة دواء هيودوله، عنده مستلزمات طبية ناقصة هيوديله، عنده سراير مش موجودة هيوديله، عنده، وبالتالي هم رايحين يحلوا
مشاكل الناس ومشاكل هو ده. خلي بال حضراتكم ده بجد، يعني لو استمرارنا على هذا الأمر هو هيؤدي إلى منظومة الصحة دي هي توصل للناس بجد. دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، بعد اللي حصل امبارح في نادي الكهرباء القاهرة، وامبارح غرق أحد اللاعبين، وزير الرياضة دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة كلف لجنة من وزارة الشباب والرياضة تعمل حملة، بدء حملة تفتيش موسعة على حمامات السباحة العامة والخاصة وعلى الكل، عشان يشوفوا، لأنه مهم كمان دور وزارة الشباب والرياضة. الدكتور أشرف بصراحة عامل دور كبير جدا. مديرة الخدمة السرية في الولايات المتحدة النهاردة كان استجواب النهاردة ليها وجلسة استماع ليها في مجلس النواب، واتكلمت وقالت إنه محاولة قتل ترامب أكبر فشل لنا منذ عقود، ولكن مش عايز أقول لكم الكلمة اللي هي يعني الست دي النهاردة مش عايز اقول لكم عملوا فيه ايه في جلسه الاستماع. قعدوا يسالوها لدرجه احد النواب، اثنين من النواب او ثلاثه، قالوا لها ليه انت مش بتجاوب على اسئله؟ كل ما يقولوا لها سؤال تقول مش مسموح ان انا اتكلم عنه. طب يقولوا لها هو ليه ما طلع السطح؟ ما قالت مش تبعنا، هو خارج نطاق الخدمه بتاعتنا. طب المعلومات؟ قالت لا ما اقدرش اقول لكم تفاصيل. فحتى احد النواب قال لها يعني انت جايه تتكلمي ولا مش جايه تتكلمي؟ انت لم تجيبي على اي سؤال. قال لها كده، لم تجيبي على اي سؤال من ساعه ما قعدتي. سالناك اسئله كتير جدا ما جاوبتيش. طبعا واضح انه هياخدوا اجراءات لانه في مطالبات باستقالتها، وفي مطالبات كمان باتخاذ اجراءات قضائيه ضدها. لانه هي اعترفت بالتقصير، ومش بالتقصير، بالفشل. لا، اتكلم خلي بالكم على امريكا. وقالت انه تم ابلاغهم بالفعل عدة مرات، ربما خمس مرات قبل إطلاق النار. يعني هي اعترفت كمان، مش فشل أكتر، لا، تم إبلاغهم زي ما احنا يومها عرضنا الفيديوهات، الشهود اللي كانوا بيتكلموا بلغوهم وشاوروا لهم وقالوا لهم في واحد مسلح على السطح. وهي قالت النهاردة فعلا تم إبلاغنا خمس مرات قبل عملية إطلاق النار، وكان ممكن إفشال الحكاية. وطبعا قالت طب ليه ما أفشلتوهاش؟ طب ليه ما وقفتوش الكلام ده؟ لسه ما زال الموضوع ده في غموض شديد. محاولة اغتيال ترامب في غموض شديد حولها حتى الآن، لأن هي في معلومات عندها ما قالتهاش. تاني بقول، في معلومات النهارده لم تفصح عنها أمام مجلس النواب. ترامب يطالب بتعويض الحزب الجمهوري عن احتيال بايدن. قال لك يعني قعدوا عدة شهور وهم عارفين إنه مش هيخوض الانتخابات، ووضعه الصحي مش هيخليه يدخل الانتخابات، فالحملة الانتخابية دي، فقال يعني كل الوقت اللي صرفناه هنحوله دلوقتي عشان نواجه كاميلا هاريس. ترامب: بايدن لم يكن مؤهلا للترشح، وهزيمة كاميلا هاريس ستكون أسهل. لا، الموضوع مش سهل قوي كده، الموضوع مش بسيط. لا لا، انتخابات مش بسيطة حتى الآن. لو كاميلا هاريس هي اللي هتخوض الانتخابات، لحد دلوقتي حزب الديمقراطي لسه عنده مشكلة، يعني مش كله ده واخده دعم امر امبارح، ولكن مش كل الحزب الديمقراطي، ما زال في قيادات من الحزب الديمقراطي لم تدعم كاميلا هاريس حتى الان، ومنتظرين المؤتمر يوم 19 اغسطس القادم، مؤتمر الحزب الديمقراطي، لانه في بعض الحكام الولايات وكبار القاده في الحزب الديمقراطي عايزين يخوضوا الانتخابات الرئاسيه، وقالوا ان احنا لازم يكون في مسار في الانتخابات، طرح الأسماء على مؤتمر الحزب الديمقراطي يوم 19 أغسطس القادم، وبالتالي يكون التصويت من المندوبين. المندوبين عددهم حوالي قرابة 4000، أقل من 4000، 3000 يمكن، 600 أو 700 مندوب، هم اللي بيطلب أصوات، هم دول اللي بيختاروا. فلازم اللي بيحصل لازم ياخد حوالي 1969 صوت من العدد الأعضاء ده، لو خد العدد ده يخوض الانتخابات مرشح الحزب الديمقراطي، وبالتالي عايزين يخوضوا الانتخابات قدام كاميلا هاريس. ايه اللي رايح للحزب الديمقراطي لسه مش عارفين. هل نانسي بيلوسي أعلنت دلوقتي؟ نانسي بيلوسي دلوقتي دعمت كاميلا هاريس. أوباما حتى الآن ما عملش دعم حتى الآن،
حتى الآن متردد باراك أوباما حتى اللحظة. العنصرية والتمييز، تحديات تواجه هاريس في سباق الترشح للرئاسة الأمريكية، واتكلموا عنها في حاجات كتيرة جدا هي بتدعمها، وقالوا حاجات اللي هي بتدعمها إنه غالبية المجتمع الأمريكي مش معاها، يعني هي مش معاها في التوجهات معينة عندها، وبالتالي إنه هل ده هيؤثر على الولايات، لأنه في ولايات كتيرة جدا بيقولوا إنه ليسوا مع ما تقوم به كاميلا هاريس في بعض الملفات اللي هي منها جزء من الموجود في العناوين الموجودة وحاجات أخرى، حاجات تانية. هل ده وبالتالي بيقولوا عشان كده مش هيكون في دعم كبير ليها. ولكن استطلاعات الرأي اللي اتعملت من امبارح للنهارده ما زال ترامب متفوق، ولكن ليس بنسبة تفوقه على جو بايدن، لأنه كاميلا هاريس اللي كان النهارده من الحزب الديمقراطي مترددين، النهارده بدأوا يدوها، وكمان جمعت امبارح قرابة 50 مليون دولار في يوم واحد، وده رقم كبير خلي بال حضراتكم، دعم لحملتها. انشقاق في الحزب الديمقراطي حول دعم هاريس، بيلوسي واخرون صامتون. لا، بيلوسي دلوقتي خلاص اعلنت طبقا لبعض وكالات الانباء، اعلنت دعم كاميلا هاريس. بايدن وكبار مستشاريه يشككون في فرص هاريس بالانتخابات الامريكيه. النهارده في بعض وسائل الاعلام الامريكيه قالت انه الرئيس جو بايدن بيقول ان هو دعمها ولكن هي مش هتفوز في الانتخابات. وحتى عدد ايضا من كبار مستشاريه قالوا ان هو كان بيتكلم في تليفون على التليفون، وكبار مستشاريه كانوا موجودين وتم الحديث عن ما ذكره جو بايدن في المكالمه، على انه هو يعني متخوف، لديه مخاوف انه كاميلا هاريس مش هتفوز في الانتخابات الرئاسيه. حلفاء هاريس يدعون المندوبين الديمقراطيين إلى دعمها قبل مؤتمر الحزب، هم عايزين ياخدوا دعم قبل يوم 19 أغسطس عشان يقطعوا الطريق أمام أي مرشح آخر عايز يخوض انتخابات أو يعملوا انتخابات داخلية، فعايزين المندوبين اللي هم 4000 دول يدوها أصواتهم وبالتالي تحظى بدعم الحزب الديمقراطي. جي دي فانس اللي هو نائب ترامب، بايدن كان أسوأ رئيس وهاريس كانت معه دائما. يوم أسود لزيلينسكي سيناتور روسي يعلق على انسحاب بايدن من السباق الانتخابي. ضابط استخبارات أمريكي، السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى. أوروبا متوجسة من عودة ترامب لسدة الحكم وخلية أزمة في ألمانيا. هم في ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي عندهم مخاوف شديدة وخاصة في ألمانيا، وهذه المخاوف دفعت أنه عملوا خلية أزمة في ألمانيا تتابع الانتخابات الأمريكية من الآن، وتتابع مش انتخابات بس، ردود أفعال ترامب والتوقعات. هم متوقعين أن ترامب هيعمل أزمة مع حلف الناتو، وأنه ممكن ياخد قرارات صعبة مش هتقدر عليها دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هم بيعملوا كل يعني الإجراءات لوصولا إلى يوم 20 يناير اللي جاي في حالة فوز ترامب طبعا وتسلم السلطة 20 يناير 25. هيعمل إيه معاهم على الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية مع حلف الناتو؟ هل هيسيب حلف الناتو زي ما قال وأوروبا تدافع عن نفسها، ولا هيدفعوا فلوس عشان يدافع عنهم زي ما قال، ولا إيه؟ وبالتالي عاملين خلية أزمة لي يعني مخاوف شديدة جدا انه ترامب يحقق الفوز في الانتخابات الامريكية. الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الامريكية. اسعار الذهب ترتفع مع تصاعد فوضى الانتخابات الامريكية. ديون منطقة اليورو تواصل ارتفاع مسجلة 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي. المؤبد هنا ده خبر مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، خبر مهم اللي قدام حضراتكم ده وكالة الأنباء الإمارات. المؤبد لثلاث والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية التجمهر. الفترة اللي فاتت كان في يعني تجمهر
من يعني العمال العمالة البنغلاديش اللي في دولة الإمارات، في عدد من الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة عملوا تجمعات ومظاهرات وتجمهر وغيره وغيره، وتم القبض على عدد كبير منهم. المحكمة حكم عليهم وفي هذه القضية، ومحكمة سجنت ثلاثة بالمؤبد لأنهم دعوا وحرضوا على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم بنغلاديش، فيما حكمت المحكمة على 53 واحد بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل بطريقة غير شرعية لدولة الإمارات وشارك في التجمهر، كما قضت بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن دولة الإمارات بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة. يعني بعد ما يمضي العقوبة يتم إبعادهم ويمشوهم يعني يرحلوهم. طبعا قرارات وأحكام قضائية صدرت من القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد تحقيقات اشترك فيها أكثر من 30 واحد من أعضاء النيابة العامة في دولة الإمارات وخدوا هذه القرارات وهذه الأحكام، وحتى المحاكمة كان بتغطيها وسائل الإعلام على مدار الفترة الماضية. ميناء الإسكندرية ده خبر أيضا من الأخبار الإيجابية النهاردة اللي بيحقق طبعا خليني أقول لحضراتكم ميناء الإسكندرية، خلي بالكوا ده نتيجة للتطوير، التطوير اللي بيتم والأرصفة اللي عندك واللي انت عملته كمان تطوير كبير جدا. ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات لحركة السفن والبضائع في تاريخها، ده ميناء الإسكندرية. البيانات اللي طالعة بتتكلم على إنه معدلات اللي حققها ميناء الإسكندرية خلال العام المالي اللي خلص في 30/6 اللي فات 5180 سفينة، 5180 سفينة. طب العام اللي قبله اللي هو 22/23 4159 سفينة، بزيادة حوالي أكتر من 1000 سفينة زيادة. ده نتيجة لإيه؟ للي اتعمل، نتيجة للتوسعات، نتيجة للتطوير اللي حصل في ميناء الإسكندرية، وده خلي بال حضراتكم بيرفع من قيمة التداول، معدلات التداول للبضائع وغيرها، وده بيديك كمان يعني دعم كبير جدا، وبيزود كمان في حركة الملاحة وحركة التجارة، وده بيؤكد على الاحترافية في الأداء وأيضا تقديم الدعم سواء التشغيل أو دعم فني وعملية الإرشاد للوحدات البحرية والسفن التجارية الضخمة، وده بيأتي في إطار العملية، لأنه كمان عملية تفريغ والشحن واللي بتتم أيضا معدلات قياسية، والميزة كمان بتتم هنا إن بيتم تقليل تكدس البضائع في الميناء. كان زمان بتفضل شهور، النهاردة لا، لأنه كل ده كمان بتبقى فلوس. النهاردة بتاخد الحاجات عندك الميناء الجاف، النهاردة المواني الجافة بتبدأ على طول تاخد البضائع تنقلها كمان المواني الجافة، أو بتعمل عملية إفراج سريعة جدا، ولكن معدلات غير مسبوقة، وهذه المعدلات نتيجة لإيه؟ طفرة الكبيرة جدا وحركة تداول والأرصفة الجديدة وتحيا مصر وغيره في ميناء الإسكندرية. ترند؟ الدين الخارجي اللي كنا بنتكلم عنه منذ في بداية الحلقة، واللي هو نزل 14 مليار دولار.